صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحكمة من إرسال الرسل الجهاد وإقامة الدولة الإسلامية؟ حكمة من إرسال الرسل الدعوة إلى التوحيد أول شيء، والنهي عن الشرك، ثم أمر الناس بعبادة الله وإبلاغهم رسالة الله وأحكام الله جل وعلا، الشرائع، هذه مهمة الرسل، ما هو للحكم فقط. الحكم داخل في مهمات الرسل، لكن ليس هو المقصود. هم ما جاءوا يبي ينزعون الحكم ويتسلطون على الناس، جاءوا معلمين للناس وموجهين للناس. نعم.